فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي ليس لها سكن وهي مسافرة، المرأة التي ليس لها سكن في مكة وهي مسافرة، فهل لها أن تجلس داخل المسجد الحرام إذا خافت على نفسها؟ يا أخي الفنادق على بجوار المسجد، تأخذ غرفة في الفندق وتنزل فيها، نعم، أو تستأجر بيت تلقى شيء بالآجار، ولا تجلس في المسجد الحرام، نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.